بالطبع الرحيل او الفقدان ديال الصديق نور الدين سايل مفجع حقيقة، لأنه أولا كصديق، وثانيا كشخص تعاملت معه في المجال الثقافي على المستوى الثقافي السينمائي بشكل عام على مدى أكثر من 40 سنة. رحيله بالطبع سيكون له وقع، لأنه سيترك فراغا خاصا في التنظير وفي النقد السينمائي وفي التأطير وفي التنظيم، وسيؤثر فعله الثقافي سيؤثر ربما الآن بشكل مباشر على مهرجان السينما الإفريقية وعلى مؤسسة المهرجان المنظمة لهذه التظاهرة القديمة التي تعتبر أقدم تظاهرة سينمائية في تاريخ تظاهرات سينمائية بالمغرب، لأنه الدورة الأولى كانت في سنة 1977. فهذا الشخص يرجع له الفضل في كونه يعني كان من وراء خلق التظاهرات السينمائية في المغرب. في هذه المرحلة لم تكن هناك مهرجانات، تكون هناك تظاهرات، بل كانت هناك ملتقيات معينة، ملتقيات سينمائية، تظاهرات، وأولاها وأقواها كانت في البداية هي اللقاء الدولي، سمي في 77 اللقاء الدولي للسينما الإفريقية في مارس 77. هذا العمل طبعا ستتلوه أعمال أخرى. هو مسبوق أولا بتأسيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية سنة في مارس 73، وهذا التنظيم السينمائي الذي كان من مهامه العمل على نشر الثقافة السينمائية كان وراءه بالطبع نور الدين سايل بثقافته، بمعرفته الواسعة للسينما، بعلاقاته التي خلقها في سواء في المغرب العربي أو في فرنسا أو في المشرق، أيضا في لبنان أو في غيرها. هذه العلاقات كلها استثمرها في إطار خدمة الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في جلب تظاهرات سينمائية، بدءا من اللقاء الدولي، اللقاء الدولي للأندية السينمائية حول النقد السينمائي بالمحمدية سنة 1974، وهذا كان من اللقاءات الهامة التي لا يعرفها الجميع. ثم بلقاء أو ملتقى السينما العربية بمكناس سنة 76، ثم الملتقى الدولي للسينما الإفريقية سنة 77. إذن منذ بدء الأندية السينمائية برئاسة نور الدين سايل في 73 توالت التظاهرات السينمائية واللقاءات الملتقى التي حضر فيها بالطبع أطر الأندية السينمائية المغرب، مختلف الأندية، وكانت هناك حوالي 50 نادي سينمائي، يعني كان ما بين 50-60 نادي سينمائي، وليس من السهل أن تسير 50 إطار سينمائي وأن توصل الأفلام لهذه الأندية وأن تتابع أنشطتها سواء بعرض الأفلام أو بتهيئ بطاقات تقنية أو بنقاش الأفلام. فإذا لم يكن الهدف هو السينما من أجل السينما، ولكن السينما من أجل الثقافة السينمائية، من أجل نشر هذه الثقافة داخل في إطار الشباب بشكل عام. طبعا العمل أيضا واكبه نور الدين سايل بالعمل في المجال السمعي البصري، بدءا من الإذاعة الوطنية، كان هناك يوم الأحد صباحا كان برنامج حول السينما، لأول مرة المهتمون بالسينما يناقشون السينما عبر الإذاعة. ثم فيما بعد كان عمله الأساسي في القناة التلفزة، القناة الأولى، وكانت القناة الأولى وحدها التلفزة المغربية، إداك بخميس السينما الذي كان يقدم فيه الأفلام ويعقد لقاءات مع مخرجيها ومناقشتها. ولأول مرة شاهد الناس عبر القناة التلفزيونية نقاش الأفلام، شيء الذي لم يكن معتادا، وهذا ما خلق نوع من الحركية ونوع من الرواج الكبير في الساحة الثقافية.
اشتغلت مع نوردين سايل في اطار الانديه السينمائيه، يعني كنت بدءا من 79 يعني بدات علاقتي المباشره به. طبعا كانت هناك علاقة في 73، ولكن هي علاقة محدودة في إطار أنني منخرط أو مؤطر للنادي السينمائي بالقنيطرة. ولكن فيما بعد سنلتقي في الجموع العامة الانتخابية، وسأصبح في ما بين 79 و 83 كاتبا عاما للجامعة الوطنية، وستتوطد علاقتي بهذا الشخص، وسأتعلم منه الشيء الكثير. سأتعلم منه التنظيم، وسأتعلم منه التأطير، وسأتعلم منه الإنصات للآخرين للعمل على نشر الثقافة السينمائية بشكل واسع. وفي مرحلة سنة 83 ديسمبر 83 الجمع الانتخابي سأصبح رئيسا للجامعة، وستبقى علاقتي، لأنني لا يمكن أن أسير الجامعة بمفردي، ستبقى علاقتي معه رغم أنه تحمل مسؤوليات في القناة الأولى في مرحلة تلفزيون التحرك، أو فيما بعد في القناة الثانية، أو في قناة بلوس، أو في غيرها. ظلت علاقتنا مستمرة، ولقاءاتنا أيضا حتى عندما كان مسؤولا عن المركز السينمائي ما بين 2003 و 2014 ظلت العلاقة دائما مستمرة حتى آخر مرحلة، آخر تقريبا يمكن أن نقول كنت أسأل عنه حتى آخر يوم من وفاته رحمه الله. آخر اتصال عندي مع الراحل طبعا يمكن هذه السنة اللي هي سنة كورونا، والتي لم تكن فيها اللقاءات، يعني لقاءات ثنائية. طبعا قد لا أتذكر بشكل جيد آخر اتصال، ولكنني أعرف أنني اتصلت به هاتفيا لتوضيح ما قلته عن الجامعة الوطنية في برنامج تلفزيوني، هو برنامج صدى الإبداع. صدى الإبداع تحدثت عن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية سنة 2019، وكان هذا آخر لقاء شرحت له ما قلته والأشياء التي لم أقلها، ولماذا، في إطار العلاقات الودية التي تجمعني معه. الوصية الأساسية التي يمكن أن نتصور بأنه تركها للسينما المغربية هي أنه يجب العمل بجد من أجل تطوير السينما المغربية. كان همه الأساسي هو تطوير الإنتاج السينمائي المغربي، وكان نور الدين سايل بالطبع ينتقد في مرحلة سيره للمركز على اعتباره أنه أعطى أهمية للكم سينمائي. ففي مرحلته عرفنا إنتاج ما يقرب ما بين 20-25 فيلم، وكان البعض يقول بأن هذه الأفلام كثيرة جدا وبعضها عادي جدا، ولكن رؤيته الخاصة هو أنه كان يقول بأن الكم هو الذي يمكن أن ينتج الكيف. فضمن 25 فيلم يمكن أن نحصل على 5 أفلام جيدة، وهذا ما وقع وما حصل بالطبع في مرحلة القرن 21 بالنسبة للسينما، لأن الأفلام المغربية والمخرجين المغاربة والشباب منهم بشكل خاص استطاعوا أن يوصلوا الفيلم المغربي للمهرجانات السينمائية العالمية. هو الإنتاج أساسا، هي الأشياء التي قلتها، هي العمل من أجل دفع أكبر عدد ممكن من الناس للإنتاج، وتطوير المهرجان الوطني، دفع المهرجان الوطني لكي يستقطب طبعا أكبر عدد من المهتمين بالسينما. وهذا كان إنجازا قويا، لأنه كان يقول الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. هذه هي الرؤية الخاصة لنور الدين سايل، بالإضافة إلى دعمه للشباب. للشباب والعديد من الشباب استطاعوا في هذه المرحلة، إذا ما رجعنا إلى الفيلموغرافيا المغربية، أن يخرجوا أفلامهم الأولى في هذه المرحلة.